يا شباب مشان الله بالدور يا شباب صفوا بالدور يا اخي مشان الله يا اخي ليش ليش هلا ليش هلا جاك الياتا اول واحد فوت لي اول واحد اشوف تفضل فوت عندي فوت السلام عليكم وعليكم السلام ليش عم هلا جاك الياتا برا اخي شو 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 اسكم انتم مجموعه تربع ضيع عندنا هون والله شو بدنا نسوي بس يا اخي بس شوي شوي كم شو صفوا انتم مشيكم يلا ابشر بغير كنيته من بيت ابو مالحه لبيت بقاقور بتغير كنتك ليش؟ من بيت مين؟ من بيت بو مالحة لبيت بقعفور يعني بدك تصير من بيت بو قعفور ايوه شو السبب؟ طيب معك جاهزي؟ ايه هاي هاي السبب اخي المعونات اللي عم تجي لبيت ابو مالحة فيها نقص بالزيت وبالسمنة وبالسكر بيت ابو قعفور عم تجي المعونة كاملة يا اخي عندي هون بالملف انتو بتضلوا تشكوا عندي بالملف هون الحصص عم تجي لبيت بو مالحة نفسها لبيت بو قعفور منين جاب لي هالمعلومة يعني؟ يا اخي انا هيك عم بصير معي روح اسال كل العالم بيقولوا لك نفس يعني شو يعني شو ناقصه يعني شوف لي معونات بيت بو قعفور عم تجي كامله معونات بيت بو مالحة وباقي العالم عم تجي المعونة اللي عندك شو ناقصه بالضبط اخي؟ هلا عم تجي مثل ما قلت لك ناقصه بالسمنه وبالزيت اوقات سكر طيب اعطينا دفتر لعلي اعطاك دفتر لعلي اللي بتبارك لنا موجود جاهزين خلص اخي راجعنا بعد راجعنا بكره اخي بكره بكره مرتب اهلا وسهلا اهلا وسهلا ابشر شو اللي صار لك يا ابو اكثر؟ والله علمي علمك يلا اسمع انت بتضيع خلصت يا ابو شيخ بسيطه البعد بعد بعد كمان بتغير كنيته من بيت ما حدا بيت مقاكو كمان طيب اخي طلعت بارتك والله شوف لا حول ولا قوة الا بالله اخي بس ما انت شو السبب يعني صاير انت هلا تقريبا المعونة ما عم تجينا ابنه اكثر من مراجعة وجاي عندي المعونة ما عم تجينا ابنه عم نوقف على الدور ايه؟ ما عم تطلع لنا المعونة طيب هلا انت عم تروح وقت اللي عم تجي المعونة ايه تروح وقتها وقت النظامة طيب ليش عجب ما عم يطلع لك انا بعرف انه جماعتنا بيت بقعقور نحن كلياتنا والحمد لله عم نوزع وين الله علينا يعني ايوه انا بس يعني كلياتنا صحيح انا بفتخر انه انتم كل بتعرفوا تصير بيت بقعقور مثل حكايتنا وعلى عيني وراسي اخي نحن بنقدر هالشيء بس هيك عم تشككوا فينا يعني بسيطة خلص بس على كل حال ابشر ولعيونك تكرم عينك خيو بكره راجعنا راجعنا بكره خيو تكرم عيونكم والله بعين الله بعده السلام عليكم السلام ورحمة الله بدي اغير كنيتي لبيت مين كمان لبيت بقعقور الله اكبر على البلد لك يا عمي صارت ثلاث ارباع ضيع بتصير الضيعة كلها وتصير الضيعة الثانية كلها بتصير بيت بقعقور اخي صلي لي على النبي ولا تصلي بس قلنا يعني شو السبب يعني كلها اخي بس بيت بقعقور بتوصل معوني لبيوته نحن ما عم توصلنا لبيتنا هذا بتصير مرته ايه انت عمو لل ايه ماشي ماشي خلص ماشي ماشي خلص يا اخي ابشر لنا يا اخي خلصونا خلص خلص راجعنا بكره خيو وابشر من عينك بكره ما بدي اني بعد بكره ابشر من عينك يا بس بكره اذا سمحت بكر شوي اتمنى ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اهلا وسهلا بس يا زلمي لهون يا اخي شوف الجداول عندنا جداول كبير يعني هلا تقريبا صارت ثلاث ارباع الضيعه صارت ثلاث ارباع الضيعه بيت بقعقور طيب بس يلا على كل حال بين الله بسيطة خير بين الله تمام بين الله ما هذا اسمه؟ الو اهلا وسهلا اهلا يا علاء اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا ان شاء الله الف مبروك الله يبارك فيك لا 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 خلص 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 يا اخي خلص خليكم خليكم ان شاء الله الف مبروك صرت من بيت بقعقور صرت من جماعتنا اهلا وسهلا اهلا وسهلا بدنا ان شاء الله الدفعه الجايه اللي جاي باذن الله بتوصلك للبيت خيوب انت لا بتروح ولا بتجي وكامل ولا بتسجل اسمك خالص بخبر الشباب الو ايه مش الحال سلمنا عليهم اماني سلموا عليكم الشباب بيشتغلوا هوني بالنفوس مش الحال راسي صرنا من بيت بقعقور انا راسي ان شاء الله معوني البيت ان شاء الله الله يا شباب كل شيء اماني سلم اماني هاي صلحنا لك نفوسك ونفوس العيله وابشر شو بدك شو بدكم احنا جاهزين اماني اماني سلمنا على يوصل انا راسي الا كل شيء الا اضافه ما بصير مشان واجبك عود يا اخي يا اخي خلص يا اخي حاج زحمي برا ما عاد في اليوم سكرنا يلا عمي سكرنا نفوس ما بدنا يلا